عرض الأزياء هذا تذوب معه القلوب لطعمه الحلو. فكل عام تبدأ احتفالية معرض الشوكولاتة في باريس بعرض أزياء لذيذ، ملابس من الشوكولاتة السوداء أو بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء، أمر يجده المصممون تحدياً كبيراً. يتم تثبيت المواد على الثوب بعدة خيوط فقط، إضافة للكثير من الركائز المعدنية. بالطبع يجب أن تبقى الزهور ثابتة وأن يكون الثوب مريحاً وأن لا تذوب الشوكولاتة. المصممة الكولومبية ماريا لويس أورتيس استخدمت طريقة تقليدية في الحياكة وزينت ثوبها بزهور أوركيد من الشوكولاتة. أردت إظهار بعض الألوان، لذلك استخدمت الشوكولاتة السوداء والبيضاء لتشكل تبايناً بينها. طريقة تصميم الفستان سمحت لي باللعب على الإيهام البصري. عملت مع مصنع الشوكولاتة كي تتداخل حبات الشوكولاتة مع القماش ويبقى الثوب متماسكاً. هذه الاحتفالية الضخمة ضمت أكثر من 500 مشارك من 60 بلداً، ما يجعلها الأكبر على مستوى العالم. احتفالية ضمت كل العاملين في هذا المجال من المزارع إلى المصنع والمصمم، كما أنها ضمت الهواة عبر ورشات التذوق والصناعة.